كام؟ تعرفي ايه عن التطعيمات للاطفال؟ تحضر ازاي مثلا؟ اعرف عن التطعيم للفاكسين تمام. وقت معين. تمام. هو التطعيمات دي احنا بنجيب المرض في صوره ضعيفه او المرض يكون ميت خالص ونحقنه في جسم الطفل، وده كده اسمه انتيجين. الانتيجين ده لما بيدخل الجسم بيكون انتي بودي، والجسم يشيله على الميموري سيلز تفضل موجوده معاه عشان لو حصل اي ريكرنت انفكشن. تمام. التطعيمات دي بتبقى للبكتيريا ولا الفيروس؟ فيروس. هو في بكتيريا وفي فيروس، يعني ده موجود وده موجود. طيب تعرفي اي امثله للتطعيمات مثلا؟ تمام. تمام. تعرفي اي طفل ما خدش تطعيمات من دي وحصل له اي مشاكل من الامراض دي؟ سنة الاطفال ده خلاص عنده سنة الاطفال سنة لما يكبر. تمام. هو شلل الاطفال ده بيبقى الطفل عنده مشكلة يا اما في عضلات ايد او عضلات رجل او عضلات ايد ورجل مع بعض. تمام. طيب في اي طفل تعرفيه خد التطعيم من دول حصل له اي اعراض جانبية بسيطة؟ هي اشهر حاجة بتظهر هي السخونة. تعمل معاه مانجمنت عادي خالص بكمادات، وبعد كده ممكن نرجع للانالجيسيك مثلا زي الباراسيتامول مثلا. تعرفي قصه في السمول بوكس مثلا؟ السمول بوكس ده اللي هو الجدري. الجدري ده كان منتشر زمان في اوروبا وقتل عدد كبير جدا من الناس، لدرجه ان القوه بتاعت الحجر الصحي في اوروبا ما كانتش مستحمله الاعداد دي. المرض ده ملوش علاقه بالهيجين ولا ليه علاقه باي حاجه ليها علاقه بالغنى او فقر او اي حاجه. المرض ده اصاب 5 من ملوك اوروبا وموتهم. في دكتور كده فكر ان ازاي الناس اللي بتتعامل مع المواشي ما بتحصلهاش الامراض دي، والناس بقيه الناس كلها ما بيحصل لها المرض ده وبتتعب منه. بدا يربط ان الناس اللي في المواشي دي لون جلدهم وبشرتهم ما فيهاش اي حفر تدل ان هم مصابين، اللي هي الاصابه بالسمول بوكس. بدا يفكر شويه لقى ان هم بيتعاملوا مع الكاوز، والكاوز دي بتنقلهم للتشيكن بوكس. التشيكن بوكس بيدي اعراض مشابهه للسمول بوكس بالظبط، بس باثار بالاثار وبالقوه اقل شويه اقل بكتير من السمول بوكس. بدا يربط بين الفكرتين ببعض وجاب ابنه وحقنه بالتشيكن بوكس فعلا، وشايف ان ابنه ده فعلا بدات تظهر عليه اثار اللي هي التشيكن بوكس، بس ما حصلوش اي اعراض جانبيه تدل او اي حاجه تدل ان هو جاله السمول بوكس. وربط بين الفكرتين ببعض وقدر يصمم فاكسين للسمول بوكس. السمول بوكس في ميزه احنا نقدر نستفيد منها ان هو وان سيرو تايب، يعني ما بيقدرش يعمل اي تحويل في نفسه عشان يبعد بعيد عن الفاكسين. طيب تعرفي عن الام ام ار مثلا ايه الاختصار؟ هو ده اختصار. تعرفي الاختصار ده عن ايه؟ تمام. نبدا كده بالروبيلا مثلا، دي اللي هي الحصبه الالميه، ودي بتقوي صوره طفح جلدي، ولو جت للام وهي حامل بتعمل تشوهات في الاجنه. المامبس ده اللي هو النكات، ولو طلعت على المخ بتعمل حاجه اسمها مننجايتس اللي هو التهاب في صحيح المخ. الميلسس اللي هي الحصبه العاديه، ودي برضه بتيجي في صوره طفح جلدي على الجلد. تمام. في اي حاجه ثانيه تحب تعرفيها؟ شكرا. تعالي يعني. سنه كام؟ تعرفوا ايه عن تطعيمات الاطفال؟ انها بيبقى فيروس بصوره ضعيفه بيدخل الجسم عشان يكون انتيجين. طيب عندكم اي امثله للتطعيمات دي؟ في شلل الاطفال والحصبه. تعرفوا اي طفل خد تطعيمات من دي وحصل له اي اثار جانبيه؟ طب اي حد خد التطعيم ده وما خدش التطعيم ده حصل له اي امراض او اي حاجه؟ لا. شكرا. تعرفي حاجه عن تطعيمات الاطفال بتحضر ازاي؟ فيروس او بكتيريا ممكن تكون مقتوله او ضعيفه، يعني ممكن تدخل جسم الانسان وجسم يكون مناعه ضعيفه يعني عشان بعد كده لو اتصاب بالفيروس. تمام. هو فكره التطعيم ان انا فعلا زي ما انت قلت كده بديله المرض في صوره ضعيفه، بعد كده المرض اللي دخل ده اسمه انتيجين، الجسم بيتعرف عليه ويطلع ضده انتي بودي. التي سيلز الموجوده بتعمل ميموري سيل ان هي تفضل حافظه شكل المرض ده عشان اي اصابه ثانيه بالمرض ده اللي هي الريكرنت انفكشن ما تحصلش. تمام. طيب عارفه امثله للتطعيمات مثلا؟ شلل الاطفال مثلا. تمام. في حاجه ثانيه؟ طب تعرفي شلل الاطفال فيروس ولا بكتيريا؟ شلل الاطفال فيروس. تمام. تعرفي في طفل خد التطعيم ده وحصل له اي اعراض جانبيه؟ طيب عارفه ممكن تظهر ايه اعراض جانبيه مثلا من حاجه درجه يعني أفضل. تمام. السخونه. عارفه بنتعامل معاها ازاي في الحاله دي؟ هي السخونه دي بتبقى سيمبتومز، يعني انا ممكن ادي اي انرجيسك وأأمن حاجه للطفل الصغير هو الباراسيتامول لو مفيش مشاكل في الكلى، وممكن ندي كمادات، ودي تبقى تعامل مع السيمتومز بس، ودي هتروح لوحدها كمان، بس احنا عشان مش عايزين نضر الحركه بتاعتها. طب تعرفي اي حد ما خدش تطعيم حصل له اي مرض ظهر عليه؟ تعرفي قصه السمول بوكس؟ طيب السمول بوكس ده كان فيروس منتشر زمان في اوروبا. الفيروس ده ما كانش ليه علاقه بغني او فقير، حد الهيجين بتاعه عالي او قليل. الفيروس ده كان قتل 5 ملوك من ملوك اوروبا.
الفيروس قدر يخلص على اعداد كبيره من البشر، والحجر الصحي في اوروبا ما كانش قادر يستحمل الاعداد دي كلها. الفيروس ده كان مشابه لفيروس تاني اسمه تشيكن بوكس. كان من الملاحظ كده ان الناس اللي بتتعامل مع المشايا والابقار اللي هي الناس اللي في الارياف ما بيحصلهاش المرض ده. في دكتور ربط بين الفكره دي والفكره بتاعت التشيكن بوكس والسمول بوكس. قال ان التشيكن بوكس نفس الاعراض بتاعته بتظهر بس في السمول بوكس، بس السمول بوكس اخطر ومميت والتشيكن بوكس مش مميت. فجاب بدا يعمل شويه دراسات كده لحد ما لقى ان شكل الشكل بتاع الاصابه للتشيكن بوكس والسمول بوكس واحد. جاب الانتيجين بتاع التشيكن بوكس وحقنه في ابنه لحد ما يشوف هيظهر له بعد كده السمول بوكس ولا لا. بعد كده لقى ان ابنه ما اتصابش بالسمول بوكس، وقدر يثبت الموضوع ده بنظريه علميه ان التشيكن ان التطعيم ده هيقدر يقضي على السمول بوكس خالص. في اي حاجه ثانيه تحبي تعرفيها انت كمان؟ شكرا.